طيب وشو عم بتصلي بقلبك؟ عم بطلب من ربنا المجد لاسمه، بلكي بيعقد لك لسانك شوي وبترتاح وبتريحني. ولك زحتني وزحت ربنا قد ما بتصلي. الله يسامحك، الصلاة بالتعب، الصلاة خير وزيادة الخير خير. يا ابونا هون صرنا على مشارفك فرحيم. هيدي ضيعة درزية، إذا بدك ما نقطع فيها نقطع بإخراجها ومنكفي. أهلا وسهلا أبونا مشارة. الله معكم. أهلا 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 بالأبونا القديس. قرب إيدكم. لا روح بترجع. أنت يا أبونا بركي لمنطقتنا، يا ريت بتميل بتمارك بيتنا، بعرفك على أولادي وبتبركهم بإيدك الطاهرة. بشكر لطفك ومحبتك. تسلم. الله يخلي لك عائلتك ويبارك ولادك. إن شاء الله المرة الجاية بنكل بد، لأنه هلا عندي قداس بكفر قطرة. نعم. شكرا. الله معك. الله معك. الله معك. الله معك. يا حضرة المتصرف، كل الناس عم يحكوا عن بونا بشارة، خوري الودايا القديس، وعن صلاته اللي بتشفي، وما قالكن حدا غيره يشفي ابنكن سعيد. نعوم ابننا الوحيد اشتد عليه المرض وصارت حياته بخطر. طلبت له أشهر الأطباء والمتصرفية، ولا طبيب قدر يشفيه، ولا واحد أعطاني أمل بالشفاء. طيب خلينا نبعت ورا أبونا بشارة. وامل إيه هلأ لأبونا بشارة؟ هلأ بيكون رجع من برنته على الرعاية عنقطش كنيسة مارلياس بدير القمر. نعم بيك، قلوا للعربجي يروح على أنطش مارلياس بدير القمر ويستقلل أبونا بشارة، وقل له خليه يطلع معه بعربية الخيل وخليه يجوا بأسرع ما يمكن. أنا رح روح معه وهيك بأكد عليه يوصل بسرعة. الله معكم. إلا لحسبهم على دمية. بس يا أبونا بشارة في مسافة بعيدة، وبتعرف عربية الخيل أريح وأسرع لك. ماشي أحليلي، هيك ببلش صليله من هلأ. شو وصل أبونا بشارة؟ عم تسأليني؟ ليه ما اجي معكم بعربية؟ قال بده يجي مشي. مشي؟ نعم بيك. تفضل. الله معكم. أهلا أبونا أهلا، خبرونا عنك كثير. سعيد؟ صبي اسمه سعيد؟ نعم أبونا نعم. فيني شوفه؟ طبعا تفضل أبونا تفضل. بيت المي لو سمحتي. تفضل. Thank you.
سقيني على مي والله يقدم الصح. بس يا ابونا ما عم بيقدر يشرب حتى المي. جرب ولا تنسي رحمة الله كبيرة. بشكرك يا ابونا، بشكرك. الشكر والمجد للرب. هيدا إذن صادر عن حضرة المتصرف بذاته. نعم. أهلا وسهلا فيك أبونا. الله يخليك يا ابني. من زمان ما طال خوري لهون. ما بعرف إذا السجن رح يتجاوبوا معك. الله بدبر. شكرا يا ابني. الله معكم. اهلا ابونا. الله معكم. صار لي زمان ناطر هاللحظه. الله بعتك، فيك تسمعني شوي؟ بكل سرور. أهلاً عبدو، عرفتني؟ أنا ما بعرف، حابب بس شفتهم عم يحكوا معك قلت بقلبي نيالهم. ومن بعد ما جيت لعنا أول زيارة صاروا غير ناس. صحيح هني بالحبس بس صارت روحهم حرة. صحيح هني بعتمة بس بتحس إنه النور شع من وجهن. أنا يا أبونا شفتك غير. أول مرة جيت تزورنا فكرتك جاي تعزنا وتفل. تحكينا من فوق تذكرنا بالبئس اللي كنا عايشين فيه. شو عملتوا؟ شو سويتوا؟ لازم تتوبوا وكذا وكذا. بس حضورك يا أبونا كان غير.
بس شفتك، رقبتك، حسيتك واحد منا، خليتني أشعر إنه ربنا مشتركنا نموت بمحل مهملين وبعيد عن العالم. سمعتنا، دفيت البردان منا وشاركتنا بالقليل يلي عندك، وهلأ طلعتنا من الحبس من بعد ما كنا عفنا فيه. احنا يا ابونا بشر، احنا يا ابونا الا كرامتنا، ولو كان بساعة تخلي ارتكبنا جريمة وحسبنا القانون عليها. يا ابني مش كل اللي جوا مجرمين ولا كل اللي برا ابرياء. بس يا ابونا احنا عنا قلب، قلب بحن وبحب، قلب بيزعل وبيشعر وبيتأثر، قلب بيشتاق لأهله وعياله، قلب حابب يتوب، حابب يرجع ويطلب المغفرة من ربه وربنا من عنده بيفتح لك قلبه ويديرها استقبلك. يروح من بين ايدينا كرمال الله. حيالله شي لقمة خبز، حيالله شي كرمال الله. عزت عليك حدا يشحدني لقمة خبز؟